تعاني 150 عائلة قاطنة بحوش الأصلامي بسيدي معروف التابع إداريا إلى بلدية تحمي بوهران، الأمرين جراء اهتراء المبنى وتراكم المشاكل الاجتماعية التي نغصت حياتهم اليومية، مناشدين بذلك والي ولاية بالتدخل السريع. وفي هذا السياق أكد السكان أن السلطات المحلية وعدتهم عدة مرات بالترحيل إلى سكنات لائقة لكن دون جدوى حسب تصريحاته. دوك نطلبوا من سيد الوالي يشوف فينا شويه، حنا لي جيراسيون تاعنا راحت صاي، لا ولادنا لا طالعين، دوك طاكيهم طالعين، طالعين طلعه شينا ماشي طربيه كاع رانا في هاد البلاصه هاد البقعه هادي. نطلبوا فيه يشوف فينا، راه يشوف الازمه اللي رانا فيها، وراه هنا 150 عائله راه مغبونين كاع مرمدين. سيد الوالي نطلبوا منك تشوف فينا وتشوف في ولادنا، رانا مغبونين، انه كاع ما راش تحبس ثانيه، كل ما تجي نقعد مهوله منها، كاع ما نباتش، كاع مانيش نرقد. على خاطر انه على ملي تجيو انايا دايره بواسين منا دايرين منا كاع مانا شمهنين، انا نطلبوا منك شوف فينا. شباب اخويا شو حالك رانا دايره رانا فيها رانا حاله وضعيه ما تسمحش كاع باش تسكن فيها. خو خاطر يجي وعدو يقول لي غادي نرحلو غادي نرحلو غادي نرحلو، انا وحدي راني في سيزون انا تالي بالك في يوم راني في 6 سنين، كي اللي راه في 20 عام كي في 30 عام كتو دعوه كي دايره عندك دعوه كي شتشوف ما عندك ما تشوف. دوك هاد الوضعية هي اللي تحكي ماشي أنا نحكي، كنتو داوا كي دايرة غير وين راكدين كولوار ما تعرفه لا دروج ولا كولوار ولا حية، كنتو سيدي الوالي حنا رانا في حالة لا يرثى لها، لا ما لا باغي تشوف فينا باغي تدير في وجوه البزوز، ماشي في وجوهنا سيدي هي في وجوه البزوز، والله لا غير في وجوه البزوز، دير لنا حاجة دير لنا حل خويا، رحلنا من هاد البلاصة هادي ولا. ولمعرفة رأي رئيس البلدية تقربنا إلى مقر بلدية سيد شحمي وجاء رده كالآتي. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بقناة قريا تي في. بالنسبة لحوش الصنابي، حوش الصنابي يقع في حي سيدي معروف، هذا الحوش هذا حوش عنده أقدامية، وهاد السكان راهم يعانوا معاناة كثيرة، عندهم كيما لي سانيتير كوليكتيف راهم استادير كاين 100 120 ولا 130 عائلة راها تعاني، والحل ماهوش بيدينا، حنا ما عندناش برامج سكنية ولا عندنا برامج سكنية راهي تنجز ولا احنا رانا درنا الاجراءات تاعنا، راسلنا الوالي راسلنا رئيس الدائره، ورانا ننتظر ان شاء الله الرد من السلطات. وانا كرئيس بلديه هاد السكان نطلب منهم الهدوء والصبر، الانسان باش يستفاد من ساكن ولا راه مغبون ولا اللي يصبر في بلاده، هذه كاع على الجميع، انسان باش يستعمل عنف ولا يروح يطيب على الطريق ولا يدير هادي هذا ماهوش حل، الانسان يصبر يصبروا، وحنا رانا غني في اتصال مع الوالي مع شاف دايره مع ان شاء الله كما يقول لك السنين القادمه ان شاء الله يكون الخير ان شاء الله.